يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن السيد من أسماء الله، ولكن لا يجوز للعبد أن يسأل الله بهذا الاسم، فكيف يعرف طالب العلم الأسماء التي يجوز أن يدعو الله بها والتي لا يجوز؟ وهل يمكن أن ترشدوننا إلى كتب تعتني بذلك؟ بعض الأسماء تمتاز على غيرها، مثل الاسم الأعظم، مثل فيدعى الله بالأسماء التي وردت في القرآن الدعاء بها، دعوات الأنبياء يقولون ربنا ربنا هكذا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما قالوا يا سيدنا، نحن نتبع ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.